سعدي توفيق البغدادي من مواليد بغداد عام 1941، ولد في حارة تبة الكرد في حي الفضل وسط العاصمة بغداد. فقد البصر بعمر الأربع سنوات ودخل معهد الملكة للمكفوفين عام 1949، درس فيه وحصل على شهادة الدبلوم بعد أن تخرج منه عام 1958، وتعلم فيه أصول الموسيقى والعزف على آلة الناي والعود. في عام 1961 شارك في برنامج ركن الهواة الذي كان يقدمه المرحوم كمال عاكف، حيث قدم نفسه عازف ناي والتقى بكبار الملحنين والموسيقيين في ذلك الوقت. عمل عازف ناي في فترة الستينيات في استوديو جميل بشير، ورافق جميع المطربين آنذاك في الحفلات، أبرزهم حضيري وداخل حسن وصاحب شراد وآخرين. تعين عازف ناي في الإذاعة والتلفزيون عام 1973. عام 1974 دخل عالم الغناء عن طريق الكاسيت هلا هلا يا وهب، كانت جواز مروره إلى أسماع الناس من محبي الغناء العراقي الأصيل. وهذه الأغنية من الفلكلور العراقي، وتضمن الكاسيت الأول له عدة أغاني، منها أغنية علي من يا قلب، والتي تعود للمطربة الراحلة وحيدة خليل والملحن الراحل عباس جميل. عام 1984 سجل أول كاسيت فيه أغاني خاصة به، وكانت أغلب أغاني الكاسيت من كلمات الشاعر مجيد كاظم وألحان المبدع ياسين الراوي رحمهم الله. سعدي توفيق البغدادي يتقن جميع الأطوار الغنائية العراقية، شارك في المهرجانات الرسمية في المحافظات العراقية، وعمل حفلات في دولة الكويت والأردن وسوريا التي شارك أيضا في المهرجانات الرسمية لها. كانت أيضا له وقفة على مسرح دار الأوبرا في مصر عام 2005، حيث قام بتقديم ليلة عراقية جميلة، وتفاعل الجمهور العربي معه ولقب بسيد مكاوي العراق، وعمل حفلات للجالية العراقية في ألمانيا وكندا وأمريكا التي يقيم بها منذ فترة مع عائلتي.